أهلا بكم، مرحبا بكم مرة أخرى. تجدد لقانا معكم يوميا في الأيامات الأخرانية في الكوجينة نتاع الدار معكم سيف مومن. دونك تبارك الله، ما شاء الله الأيامات الكل تعداو ورمضان فخر أياماته، وإن شاء الله كما يقولوا ينعاد عليكم بالخير والبركة، وربي يحيينا بخير. دونك نذكركم اللي يوميا فما لايف في الكوجينة نتاع الدار، فيه دبارة كان البدو نتاعو من أول رمضان لتوا سبيسيال كونفينمون، وفي الكونفينمون خلينا لو ميم كونسيبت يكون موجود، وان شاء الله كما قلت لكم نعودكم بقدرة ربي حتى بعد رمضان يكون موجود لايف بنين، لايف فيه لي ريسيت الكل. تلمينا تبارك الله لما في الخير، لما في الكوجينه بتاع الدار، الناس الكل نحاولوا نفيدوا بعضنا باللي ريسيت الباهيين الساهلين اللي ما يطلبوش برشا وقت، اللي ما يتكلفوش وخفيف وبنين. دونك للناس الكل اللي خلطوا علينا ينجموا يتابعونا في الفيسبوك شيف مون بن يونس، على اليوتيوب كيف كيف يتفرجوا على شيف مون بن يونس. بونجور بونجورات للناس الكل، صباح الورد صباح النور. بونجور مروان، ايناس، ايدين صغير، مرحبا بك والله، عيدك مبروك. مرحبا لميا اسطنبولي، للناس الكل اللي خلطوا علينا، اسماء بن عبد الله، اهلا شيف، عيدك مبروك، ان شاء الله عيدكم من مسبقا نبداو هاكا اليوم او غدوه نبداو نحضروا يشوفوه بالطبيعه. ان شاء الله ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله من اول رمضان لتوا سيوتو ان شاء الله يكونوا عجبوكم لي روسيت الكل، لي روسيت اللي موجودين تلقاهم على الفيسبوك، والا على الفيسبوك صفحه شيف مون بن يونس، ولا على اليوتيوب شيف مون بن يونس. للناس الكل كيف كيف اللي خلطوا هنا توا، نقول لهم في نهار اخر يا مرحبا يا مرحبا بكم، في نهار فيه دباره بطبيعه باش يكون موجود، باش يكون موجود الشربه، ما نخبيوش الشربه والسلاطه هذيك، يكونوا موجودين بطبيعه الايامات الاخرانيه نتاع العيد. جست نحطوا سيلونسيو في التليفون باش نجموا هكايا تصير انتراكسيون، ونحكيو انتم خليونا كومونتير تقولوا لنا شنو هي رايكم، وشنو هي الدباره، وشنو هما لي روسيت اللي جربتوهم، وقولوا لنا زاد كيف كيف شنو هما الحاجات اللي تحضروهم في العيد. دونك نعرف برشا عباد يحضروا. خديجة بلغة صباح الخير، مريم، مروان، حميدة، عسلامة الناس الكل اللي خلطوا علينا. سي عبد المجيد شريف صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، الناس الكل اللي خلطوا علينا، انتم زاد قولوا لنا. نعرف يقول لك كل بلاد ورطالها، كل مرأة وشغالها، دونك نعرف سيرتو في الولايات الكل للعيد، كل بلاصة وكل جهة من الجهات تحضر. بونجور ارفيا، بونجور، احنا الليلة الرؤية شاف واسلام محمودي. دونك انتوما تنجموا زاد تقولوا لنا شنو سيرتو في العيد، شنو تحضروا، هذه الحاجه اللي نسالكم هكا سؤال كيما العاده والعوايد، شنو تحضروا. وكنا والله بالحق عمل جو البارح من الكلمات الزمنيه، الكروانه والطاوه والشيشمه، كل شيء هذاك القديم اللي من قاع الخابيه، بالله كملوا تحفونا به، خليونا كومونتارات اليوم في الكلام الزمني، الكلام من كل بلاصه، سورتو يعني فيه بنة اخرى، فيه نكهه اخرى، والماكله الزمنيه القديمه اللي قلنا عليها من قاع الخابيه. كنا البارح حكينا على وزنين القاضي، ركيب العزوزه، بوليس مكتف، لحمه مكتفه، يعني دجاجه مخيطه، هذوما الاسامي نتاع الماكله القديمه الكل. عايش كيشاف ان شاء الله كل عام وانت بخير يا مينا. تأخير ب 26 دقيقة محمد ياسين سيالة، شاف محمد ياسين سيالة بيان سور كيما يقولوا، هذا هو ظروف المباشر، سيرتو بالطبيعة بنتي جربت البطبوط ياسر بنين صاحب الشيخ مريم. دونك شاف محمد ياسين سيالة صحيح عندك حق تأخير، دونك نعتذروا على التأخير. تشوفها عندي تليفون زاد كيف شوف الوقت 26 دقيقة بيان سور، عندكم الحق. اليوم التحية للشيف محمد ياسين سيالة، دونك خديت الروسيت نتاعو نتاع المقروض بالطبيعة، راهو نزيدو ديما لمسة سحرية، ومش نفس كل واحد يحاول يجتهد. لم يستنبولي أنا من مستير شيف شرمولة ملوخية، بيان سور ملوخية تكون موجودة غدوة إن شاء الله بقدرة ربي كان حينا بخير. تو نركبوا الملوخية ونخليوها سلة على نار هادية وعلى الكانون، مش خص تعطينا نكهة وبنة أخرى باش تواصل بعد العيد إن شاء الله. باش نواصل بعد العيد، وان شاء الله عيدكم مبروك للناس الكل. شيف محمد ياسين سيالي يعطيه الصحة، دونك اليوم بون البارح تبارك الله في نقولوا احنا ريت حتى ديسكسيون تكون موجودة على الكوجينة وعلى الباتسيري وعلى الروسيت وهذا كل شيء، اتحفنا بروسيت بنينة برشا، وصفات ناجحة وبنينة، غريبة بيضة بسبوسة بقلاوة تركية وبرشا وصفات، ربي يبارك لك الناس. فوزي منور شيف سامي هيشري، وينك يا شيف؟ ليك وحشة يا سامي، عايش خويا الغالي، شنو هي كيب العزوزة بربي وصلة محمودي، سامي هيشري بونجور.
كنت نحكي على لي بلا كل زمنيين من قاع الخابية، وخليني نكمل شوية في الدردشة اللي عملناها. محليها دردشة كانت حلوة برشا وفيها منفعة برشا، وكنا متفاهمين على نوسيون باهية نشتركوا فيها، اللي هي نوسيون تاع البارتاج، اللي احنا نحاولوا تبارك الله وخدت ربي نحاولوا نفيدوكم باللي روسيت الكل، ما نخبيو عليكم حتى شيء. من بنزرت حوت مقلي وملوخية، رحموشة بونجور، خديجة بلاغة في العيد نطيب حليلة وطاجين في العادة، توا قاعد نطيب في الملوخية. ملوخية إن شاء الله منور يا شيف سامي هيشري، عايش خويا الغالي ربي يخليك. دونك ديما كما قلت لكم الديسكسيون بتاعنا ارفيا، انت يسكت خير؟ ليه والله ليه، بالعكس بالعكس، خليه معانا ويعطيه الصحة وبارك الله فيه. واسمع يكذب عليك، لو كونسيبت والبرانسيب اللي كان واضح هو يكون البارتاج، نوسيون تاع البارتاج. احنا عندنا علم نعرفوه شويه، دي روسيت حاجات، دي تكنيك، دي زاستوس، نحاولوا نفيدوكم من الكل. البارح في درس حلوه برشا خديت روسيت نتاع المخروط الابيض، بون جربتها باش ما نقولكمش، هو ستيلو هكا مكتوب نقيدوا به لي روسيت. بالطبيعه مريم ما نعرفش العيد غدوه ولا مش غدوه، العلم عند الله. جبت نوريكم المخروط، بالطبيعه ما لقيتش، ما خديتش عجينه نتاع مقروض، خديت عجينه نتاع تمر. دونك ليه نهار الاحد ان شاء الله، هاي نهار الاحد او قالوا لكم العيد نورمالمون ار في ام سي نهار الاحد العيد. دونك جربت المقروض، ما نحكي لكمش. ابوليون اليوم برافو شيف، يعطيك الصحه، راك نسيت والمدفونه والعين سبانيوريه، برافو شيف، ميرسي بوكو، عايش خويا الغالي ربي يخليك. دونك كنت نحكي على الاسامي الزمنيين ليون، دونك قلت اللي برشا اسامي ينساوهم، هذا السؤال الاولاني. والسؤال الثاني، شنو باش تحضروا في العيد؟ فما شكون قال ملوخيه، فما شكون يحضر الشرموله. نرجع لكم شويه، حضرت المقروض باش نحطه يتيب. اهلا شيف منور، دونك هاني معاكم، هاو معانا شيف محمد سيلا. دونك المقروض حضرته فيسع فيسع، جربته الحق، قلت خنجربوا هنا فرد مره، ومن بعد نعطيكم الروسيت، ونعطيكم الروسيت، ويزيد هاوكا معانا شيف محمد سينسيلا يعاوننا باللمسات السحريه نتاعو. شنو هو العشاء اليوم؟ تنقول لكم شنو هو العشاء، جوست نوريكم المقروض، نعطيكم المقادير نتاع المقروض. دونك عيد ان شاء الله ديمونش لامي اسطنبولي به. بالنسبه للمقروض، باش المقروض من بعد شلفوه بزوز الهند، دونك حتى وقت الخدمه نتاعو وقت ديمارش يكون موجود. عمر محجوب، بون ترافاي بوس، ميرسي بوكو، عايش خويا الغالي يا عمر. بالنسبه للمقروض، دونك باش يسحقوا 120 غرام زبده، 70 مليلتر نتاع زيت، 70 مليلتر نتاع عطر شيا ولا ورد ولا مزهر، 3 مغارف نتاع سكر محاوي اللي هما حسب تقريب 50 غرام، مغرفه صغيره نتاع خميره مرتبات، زوز كيسين فارينه اللي يطلع حسب تقريب 300 غرام، كيس سميد اللي يطلع بريسك حسب التقريب في 140 غرام. بالطبيعة انتم تحاولوا تجتهدوا، راهو ديما في الكوجينة يعني فما اجتهاد وفما برشا حاجات. يعطيكم الصحة، نشكر بليل جربي، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله عيدكم مبروك من توا، ألفا، ميرسي، حميدة، الناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك اليوم في المقروض حضرت وسبقكم شوية، وتحية للشيف محمد ياسين سيلا اللي دونك حكينا على الروسيت وعطاني روسيت مشكور، وهاو جربتها. تحية للصديق والأخ محمد ياسين سيلا. دونك باش نحط المقروض يتيب. بالنسبه للطون دو كويسون نورمالمون يستحق 15 دقيقه على 180 درجه. باش نحط المقروض يتيب الحاجه الاولانيه دي ونرتاح منها، ومن بعد نكملوا الدباره نتاعكم، باش نوريكم ديسير زاد بنين خفيف تعملوه في العيد. اللي هما ايش نعمل بيكم هنا باش تفيدني؟ جاوب ساعه علاش سالتك من بعد. دونك محلاها ديسكسيون والانتراكسيون موجوده. نتعداو لكمالة المنيو، توا نحط الفور يسخن، ونحط نطيب المخروط. شيف مرحبا بيك، نورك لينا، عشان كفتيش وشربه وبريك وسلطه. سميره بن حموده العبيدي، باهي قبل كل شيء نحط الفور ومارش فيسا فيسا، ونحط المخروط اللي ما اخترتش نطيبه في الفور. المخروط كما قلت لكم اخترت باش نطيبو في فور. ليلى جاموسي، على انا توا الحق تريد شيء. شيف محمد ياسين سيلا، عايشك صحه صحه، يعطيك الصحه. دونك ما نحكيكمش سورتو بالروسيت، حاولت نابليكيها على لاتر، توا من بعد نوريكم زاد في الدريساج. وعندنا شحور زاد كيف كيف، وعندنا الجوز الهند اللي من بعد باش نغلفوه بجوز الهند، نوريكم كيبه كيفاش هيبة نتاع
المقروض هاكا هاكا، وتنوريكم تنجموا انتوما تجتهدوا وتحاولوا هاكا بالسياسة بالسياسة يبدا مرتوب. بالطبيعة انتوما في الدار تنجموا تزيدوا برشا حاجات وتنجموا تجتهدوا. هذايا بالنسبة للروسيت تاع المقروض. انا امي عندي ليلة وقاعدة تفرج فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلام ايمن. دونك الناس الكل اللي خلطوا علينا باش نبداو بمقروض، دونك نورمالمون ان شاء الله تنحاولوا نحطوا كومنتير ولا هاكا معانا شيف محمد ياسين سيري يحط لنا كومنتير فيه المقادير نتاع المقروض هذه الحاجة الأولانية، ومن بعد نتعداو للمنيو باش تكون آسيا زواوي عباسي برافو، سميرة بن حمود العبيدي على الشيف تونس ربي يخليك، ارفيا انت من قبل ماكش ناقص خلي شكرا كشيف سيس روحك. لا لا والله والله اسمع تبارك الله اخلاق وخلق ومتواضع وشيء كبير برشا، ويحصل لي شرف اللي انا تعرفت عليه. يعطيك الصحه والعافيه بسم الله ما شاء الله احلام. دونك الجماعه اللي خلطوا علينا انا عجبتني الكوجينه في الروج حلوه، شيف ينجيك ويسلم يدياتك وليد، ميرسي بوكو يا وليد، ربي يبارك لكم الناس الكل وربي يخليكم. توا عاد تبارك الله ولينا عيله بركه وعيله كامله فاميليا، الناس الكل ولينا مع بعضنا تبارك الله، فما انتراكسيون حلوه برشا. دونك سيرتو اليوم في نهار اخر جديد، نهار يكون متواصل فيه اللايف، نحاول هاكا باش نبارتاجي معاكم لي مومون الكل اللي موجودين في الكوجينه. كيما قلت لكم المقروض باش نحطوه يتيب وباش يتيب في الفور، فما شكون يعمل مقروض في الزيت، دونك اخترنا اليوم احنا مقروض تو باش نمد سقايا ونقعد. دونك انتم تفاعلوا معنا بالكومنتات، وقبل مع الكومنتات قاعدين باش نحضروا المقروض، قولوا لنا شنو ما تحضروا في العيد، شنو ما لي بلا اللي تحضروهم، شنو هي الدبار اللي تحضروها سبيسيال عيد. وحاجه اخرى سؤال تو جديد جاي تو مرحبا بالناس الكل اللي جاو، يعني اللي جاو تو. حاجه اخرى سؤال يا سيدي بن سيدي، كل واحد يقول لنا الملوخيه كيفاش تطيب، نعرفوا اللي كل واحد يجتهد بالطريقه نتاعو، كل واحد يقول لنا بونجور الناس الكل، نبيها تليلي بونجور الناس الكل يقولوا لنا كيفاش تحضروا الملوخيه. دونك وفي نهار انا بحذانا حمام الغزاز سميره بن حمود العبيدي عايدة جراجة يعطيك ألف صحة، يعطيكم ألف صحة الناس الكل تابعوا فيا. واليوم زاد كيف باش نعمل ديديكاس سبيسيال، دونك كون جينيرالمون ديما نشكر لي سبونسور، صحيح نشكر لي سبونسور، صحيح نشكر حازم بن عيسى راديو بون لونو خالد هويش تيليسكوب، المرة هذي باش نعمل ديديكاس سبيسيال لزوجتي باش نقول لها جويز انيفرسير وكل عام وانت حية بخير، يعني بون الله غالب ماهيش بحذايا توا في فرنسا، سينو راهي راهو عملنا انيفرسير وحضرت لها هكا خبزه تاع جاتو، دونك جويز انيفرسير دره كل عام وانت حي بخير هاوكا من توا. بونجور من باريس، بونجور الناس الكل اللي خلطوا علينا توا. سميه هاوكا عندكم الرسيت نتاع المقروض، عندكم دبارات حلوين برشا، قولوا لنا كيفاش تحضروا الملوخيه، قولوا لنا شنو تحضروا في العيد، وانا هاوكا معاكم. بونجور شوف انا قاعد نحضر في سمسم شرموله حوت مالح نهار العيد. كنا حكينا على شرمولة يعني اللي ينجموا يحضروها برشا، حكينا عن الملوخية نهارك أسعد الأيام شيف. أنتم زادة كيف قولوا لنا شنو تحضروا في العيد، وقولوا لنا نفس السؤال ونفس الحاجة في التعاود كل مرة، قولوا لنا منين قاعدين تتابعوا فينا ومنين بلاصة تحية الناس الكل. دونك أرفيا البسكوي درع الحمص البخلاوة صحة وشفاء بشفاء يا أرفيا، يعطيكم الصحة الناس الكل. المقروض باش نحطوها يتيب هذاك في الفور، باش نحطوا كالعادة نبداو في التحضير نتاع المنيو، لازم الشربة تكون حاضرة، المفروض تبدا تنحطو لهنا، بسم الله، انتوما زادة كيف تنجمو تقولولنا شنو باش تحضرو، نادية كمال جربتها جبتها محلاها شابة دونك ما عادش ندور بها بصراحة، روسيت مقروض وفور، روسيت تاع المقروض هاكا ديجا حطلكم يعطيه الصحة مشكور. الشيف محمد ياسين سيلا حاط لكم لي زانغريديون لوغ بويسون دو ليون بشفاء ميرسي بوكو، حطيت روسيت مقروض ان شاء الله كل عام بخير انت وزوجتك، ميرسي بوكو يعطيك الصحة. بونجور من الماني زهرة لميا ربي يداوم عشيتكم ميرسي بوكو. دونك كيما قلت لكم باش نحضروا المنيو نتاعنا باش يكون موجود، كل سكين هذيك الكوتو دو شيف فصحت اكيد الله اعلم وين فصحت، بلقيس بونجور ماكني عايدة بونجور يمينة دمق ميرسي بوكو. دونك نجيبو كسكينة كوتو دي شيف، قبل كل شيء باش نخرج من الفور، من الفور باش نخرج البلاتو، باش نقولكم عليه هو بطبيعته الفور وصل لـ180 سخون،
مش حتى لنا بالنسبة للكويسون بصباح نور شاف النهار العيد شرمولة جربي بحنا طيب ملوخية وحليلم ارفيا يشفيك ارفيا اوكي ابدا انت انت لقى عندك شارة القيادة قول لنا الملوخية كيفاش تحضرها وقولوا لنا انتم كل كيف الملوخيه كيفاش تحضروها وخلي المنفعه تاع الناس الكل دونك علي اهلا بيك شيف الناس الكل اللي خلطه هنا تو باش نحطوا المفروض هاك المفروض ما نحكيكمش يعمل 66 كيف مرحبا من عزيز نتابعوا فيك ميرسي بوكو ناديه انا من فرنسا نتابع فيك اما ديما نخلط ماخر ميساج فما حتى مشكل ناديه تنجم تفرج على الفيسبوك تتفرج على الصفحه وتشوف الرديف نحطوا المفروض يطيب ونرجع لكم باش تحط ربع ساعه طون دو كويسون باه الحليلم هي نجمة الفطور نهار العيد بالطبيعة وفي شين يوتيوب لمتنا في كوجينتنا موجودة وصفة المخروط بيان سور موجودة محمد علي العطار الوصفة نتاع المخروط تحية سي محمد علي العطار اللي خلط علينا باه وليد مناعي الحليلم هي نجمة الفطور ونهار العيد باش نوريكم باه ان شاء الله ان شاء الله بقدرة ربي سلام شيف شرمولة وحوت مالح وخبز العيد قلت لك ملوخيه نهار اللي جربتها جبتها مالحه ذاك علاش ما عاودش جربتها ميسالش يمين فما حتى مشكل تو الملوخيه نحضروها من بعضنا غدا بقدره ربي ركبوها كما يقولوا ناس بكري وبقدره ربي تجي ملوخيه عالميه من المانيا ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله عيدكم مبروك هدي وربي يحفظ الجاليه التونسيه الكل اللي موجوده خارج ارض الوطن وربي يحفظهم ان شاء الله يرجعونا غانمين سالمين شيخ محمد يزين سيالة قالك من الهند عيدكم مبروك دونك سامي المجري بونجور دو باريس شيف ميرسي بور تو سي روسيت لي روسيت الكل نحاولوا نبارطاجيو معاكم لي زاستيس و تكنيك ديما يكونوا موجودين باش نحضروا الشربه نتاعنا كيما العاده والحوايت شويه زيت هذيك الشربه سيرتو تاو النهارين هذوما عاده كيما يقولوا نسبيك يعني ودع 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 باه شيف خلط ماخر وما ميسالش عشان الليله شربه قصي بالحم العلوش جاتهم شويه شوية ربي فضل هيك ربي فضل هيك عليه عقلتني بيان سور عقلتك النخية لازم تحل في زيت برشا زيتونة بارد محمد يعطاري عايشك ان شاء الله عيدكم مبروك وانا نطيبو حليلم شاو من ايطاليا كوميستا الباني دوماج فيان داغيفي جي غاتي الريسيت لي سامي ماشي فما حتى مشكل ما عندك حتى مشكل في الوسيط هنجيبو سكينة كودو دي شيف حطينا طريف مخروض جربنا روسيت العربي بقراء بونجور ارفيا رمضان راهو الملوخية ما نحلهاش نحط لهاش ملح المينو دي جور نبيها تليلي المينو دي جور بالطبيعة دونك باش نحضرو الشربة الشربة تكون ديما موجودة وهي اللي باش تبنن يعني نعرفوا دي سورتو في رمضان لازم هاكا تكون موجوده شربه ونهارين الاخرانيين هاكا شربه ثم عملنا انواع شربه كل في 30 يوم بالطبيعه باش نقعدوا ديما نحاولوا نزيدوا الشربه تكون موجوده ناخذوا التكنيك العادي اللي فيه شويه تقليه تاع صل شويه طماطم معجونه نزيدوا شويه كلافس يعني كل قدر وقدره بالنسبه للخضره تزيدوها يا شيف ما شاء الله عليك دونك ان شاء الله عيدكم مبروك ناديه مينو دي جور مينو دي جور دونك عندنا شربه عندنا سلطه مشكله عندنا مكرونه بالحبق وطماطم راح تكون شوف اللهم صل على النبي الحبق عاش خوتكم حاجه باهيه برشا عندنا شكشوكه عندنا دجاج باش يكون في الفور روسيت نتاع الحليل ما الله يبارك هدي هذيك روسيت على الحليل باش نحضروا الشربه نتاعنا ومن بعد نتلاها بالناس الكل دونك خلينا شويه عسل كالعاده والعويد باش نجيب شويه طماطم معجونه كلا عادة تنجمو تحطوها تزيدوها شوية دجاج تنجمو تعملوها كيما يقولو الناس بكري كذابة باش نتعداو بالفاح تجيبوه ديما وحدينا شوية الملح كل مرة حقا تركبو شربة بطريقة ما يقلقش شوية فلفل أبحر شوية فلفل أحمر تزيدو شوية حمص مع البصل تزيدو أي حاجة نتوما تحبوها للناس الكل اللي خاطرينها عمر زموري برافو ملوخية وحليلم كان ظهر لي بناضش انور دونك اميمه رسيت تاع مقروض رسيت تاع مقروض الله يبارك تعطيكم رسيت تاع مقروض جوست خرجتكم وتنازلوا نتاعنا باش نحضروا شخان الفطر باش ناخذوا على شخان الفطر الله يبارك
الريسيت نتاع المفروض سنة بركات برافو شيف ميرسي بوكو سنة. دونك هاكا نحضر في الشربة نقص سلايطة هاكا الشربة أسرع شربة تحضر في زعفيسة باهي. نحتاج واحد الملوخية بارتاجيو اللايف أيا باهي قطعكم مرضي يا بارتاجيو اللايف باش إن شاء الله غدوة بقدرة ربي نعرفوا سر الملوخية الغسيت نتاع المقروض كو جي غاتي يا خسارة. ميرسي كوميم فما حتى مشكل تعاود نمل عليك الريسيت على المقروض لما يسموني بربي الريسيت نتاع فاش تاع عربي شنو ما عرفتهاش لما حالة هاي هذايا توا نحطو في السوق هاكا نلقوها ومن بعد نفوقوها فوقني عندنا شوية ملح في الأكل ما تزيدوها شوية أنا باش نهديلك زيت زيتونة شيف الله يبارك ميرسي بوكو يا نجات بنزين. دونك عندنا سوق هيك كيما العادة باش تحضر نجيبو شوية كلافس المقروض المقروض نورمالمون مازال شوية منقول قاعد منحكيكمش الريحة ما شاء الله بونجور شيف يعطيك الصحة رسيت على المخروض شوية انيفرسير خديجة باللغة درة ادخل اليوتيوب لمتنا مع معلومة انك تلقى عندك برشا خبز حطه في الجدار وقت اللي حاجتك بيه يجبدو ميرسي بوكو سامي شوية ماء حطه في الفور ويفكروني ودعوة خير ريت محليها دعوة خير يعطيك الصحة وبارك الله فيك. زهرة رسيت على المخروض رسيت على المخروض 120 جرام زبدة عليهم 70 مليلتر بتاع زيت 70 مليلتر عطرشية ولا ورد ولا سهر ثلاثة مبار تاع سكر ليكيفالون تاع 50 غرام شنو آخر غرفة صغيرة تاع خميرة مرتبات زوز كيسان تاع فارينة اللي هما يجيو 300 غرام وكاس سميد اللي هو يجي بريسك 140 غرام. شاف عملنا الملوخية به نشوفوا شكون خير اي فما حدا مشكل تنجربوه لايف هذيك الله يبارك يا أمينة حقيقة كيفاش عملت دجاج في كوشه مازلت ما عملتش دجاج في كوشه باه شايف شنو صار بقليوه تجي تعلق ربي يبارك لك باه. بونجور وليد الناس الكل اللي خلطوا علينا دونك قاعد نحضر الشربه نحاول باش نجاوب على الكومنتات الكل كما زاد كيف تنجموا تخليوا لنا ميساجات وانا نوعدكم باش نجاوب عليها سنشوف لوكور على الاخر على الاخر الميساجات اللي قاعده تبارك الله تجيني حاطين المقروض يطيب في الفور وبعد المفروض ان شاء الله باش نحضروا كريم تاع سيزام حلوين برشا انا بيرسونيلمون نحبهم نحبهم على الاخر على الاخر. هاكا تركب الشربه عندنا سلايطه عندنا شكشوكه وعندنا دجاج اللي يكون طايب في الكوشه زاد كيف كيف. دونك المفيد المنفعه على احسن الناس الكل انتم بارتاجيو اللايف الكل بارتاجيو بارتاجيو ابوني فو في الباج نتاع الشيخ مؤمن وبارتاجيو اللايف وتاجيو اصحابكم الكل سيرتو كنا حكينا اصحابكم اللي يحبوا يتعلموا الكوجينه اصحابكم المغرومين بالكوجينه تاجيوهم خلي المنفعه تحصل للناس الكل. خلينا شويه الكلافس وما احكيكمش ديما نفكر تونس الغاليه العزيزه تمشيش تنسى بعد رمضان ليه حنان قدرة ربي احمد خليبي صحه يا شيف يعطيك الصحه شيف احمد ميرسي بوكو فتوح يا غالي ربي يخليك. نحطوا الكلافس وقلت لكم راهو ديما واحد يكون تونسي يتفكر الماكله الزمنيه من قاع الخابيه والماكله البنينه اللي سورتو عندنا خضره عالميه في تونس. نحضروا الكريم تاع السيزام دونك ننظفوا لو بلون دو ترافاي كيما العاده عمر زمور شاف ديكور في في الصيف نحب نتعلم فما حتى مشكله. مره بعث لي ميساج بريفي تو نزيد نحكيو روسيت تاع البسكوت عايشك عايشك ريحه بلادنا وماكلتنا وفاحنا وخضرتنا ترد الروح يعني حاجه من ورا العقل جو بارتاج لو ميم افي اللي كنت نقول فيه يا يمينة والله شيء من ورا العقل ماكله نتاعنا عالميه به فكره بالحق هاكا ايش انت ورفيا قالت لك عمر انتوما كيف كيف تو باش نتعداو للروسيت خلنا نديباراسي شويه لو بلون دو ترافاي باش نجمو انتوما تراوني كيفاش باش نحضر شايف باش نخلي علينا بلاصه ايه تهنى بقدرة ربي باش نكون موجود نوعدكم بقدرة ربي اني نكون موجود حتى بعد رمضان دونك باش الفايده تحصل للناس الكل. دونك جوست توا
حتى لو كان ما نخلصش نقرا كومنتاريكم بعد نعاود نرجع، خلي نجيب نوريكم المقادير. بسم الله نستوي لكم الكاميرا باش نجمو تشوفوا. باهي هذايا فرينة، فرينة بالنسبة للديسير تاو باش نحضرو مكعبات نتاع الجلاب سي كوا لو سيت دجور، سيت دجور تنحاول نقرا شوية كومنتارات وفيزا فيزا نجاوبكم للناس الكل اللي خلطوا علينا دونك باش نستحقوا. هو بول هذايا اللي نعظم هذايا الجلاب من بعد باش نستحقوه. هذوما ليمون دونك هذوما روسيت نتاع الكريم تاع سيزام. دونك اول حاجه باش نسحقوها باش نجيبو بول فوري غير فوالا نجمو نحيو تاع بعض نعاودها. نجيبو بول كيما هذا نقسم بلون ترافاي باش نحاول نوريكم. هذا فوري راهو تكلم بيه عسلامة كيفاش الروسيت. دونك اول حاجه نذكركم بالنسبه للمقادير وان شاء الله تلقاو في ميساج تلقاو المقادير تاع مكعبات تاع الجلال. باش نسحقو 150 غرام سكر، 200 غرام تاع فرينة وزدناها شطرسة شي تاع خميرة. باش نسحقو 200 غرام زبدة، دونك 200 غرام زبدة للروسيت تاع الكريم تاع سيزام. مع ال 200 غرام زبدة باش نسحقو 200 غرام لوز، مع ال 200 غرام لوز باش نسحقو كعبتين عظم وشوية ونفة صغيرة ملح سيرتو. باهي ليليا لحظة بركة نركزوا في الكريم تاع سيزام ومن بعد نقرا لكم الملوخية. جوست توا نركزوا في الكريم تاع سيزام. دونك أول حاجة دو بريفيرونس نغربلوها مرتين الفرينة مع الخميرة، هذايا أول حاجة الميلونج السيك. نزيدوه 200 غرام تاع اللوز هذيا باش نحطوها في بول باش نخلطوها. نجيب بول اخر ونوريكم ليتاب بسياسة بسياسة. دونك في اي روسيت فما ليكيد وفما سوليد. دونك اول ايتاب دو بريفيرونس دونك اللي احنا خدينا توسكي الخميره والفرينه واللوز باش نخلطوهم مع بعضهم. بالطبيعة باش فما بليزيور تكنيك نتاع بريباراسيون. الروسيت هذه نتاع كمية كبيرة 15 نتاع بعضهم. نشوف شنو هي الروسيت. جاوبت ايميل لا محال. باه نحط افيشي بلوس. خذيت 150 غرام سكر موجود، 200 غرام تاع فرينة، زدتها نص ساشين تاع خميرة، 200 غرام زبدة، وعندي شوية جلجلان. الجلجلان باش ناخذ كونتيتي صغيرة محمسة بالطبيعة باش نخلط بها البريباراسيون، وكيف كيف نجمو نروليوها يعني في المكعبات. دونك أول إتاب ناخذو نخلطو اللوز مع الفرينة ومع الخميرة. هذايا هاكا بدينا لكم بالديسير، توا عندنا 4 ولا 5 ايامات نبداو بالديسير الاولاني. دونك اول ايتاب هاكا حطينا الفرينة وزدناها الساشي نتاع الخميرة وزدناها 200 غرام نتاع لوز. هذوما مكعبات نتاع لوز بالجلجلان، حاجة حلوة برشا، روعة روعة روعة. نزيد حفنة اخرى نتاع الجلجلان في وسط البريباراسيون وباش ناخذ في بول. ناخذ العظام بسم الله كامل العظام الأولانية. نستحقو كعب في العظام الروسيت نورمالمون تلقاها في ميساج إيبانغلي الروسيت نتاع المكعبات تاع الجلاب. هادينا الكعبتين تاع العظام بالطبيعة ديما نغسلو يدينا
من بعد ما نخدمه من العظم ما ننسيوش اول ريفلكس ديما وردة ما عرفش شنو هي الريسيت نستنى الريسيت مانيش عارف شنو هو الكومونتير خاطر ساعات ما نخرجش نقرا الكومونتيرات الكل جوست باش نتفقد الفول فرد مرة ما نحكيكمش على الريحة البنينة انا حطيت في المخروط شوية عطرشية خرجت ريحة عالمية باه دونك اللي تاكلوا العناية شنو نكدو العظم نوريكم بالطريقة سهلة بالسياسة بالسياسة ما أسألش ما طريقة هذية فيها تحضير سهل ماهر كما يقولوا الناس هذيك العظام خلطني هطول هنا هاك على قد ما نسهلوا الطريقة متاعنا على قد ما تجي رسيت باهي باش نحطوا توا السكر سكر 150 غرام سكر نزيدوها زبدة تبيع المرة دي باش نخدم بيدينا على 150 غرام سكر 200 غرام زبدة الزبدة جينيرالمون هاكا خديت اخترت ناتيلي حطينا رسيتها على المقروض وميمة الله يبارك تمل عليك رسيتها على المقروض تكون ايبانجلي دونك جوست نقصو مربعات ديما بالنسبة للزبدة سيرتو اللي هي في تمبيراتور امبيونت 37 دوغري بالنسبة للمكعبات نتاع الزبدة صحيت المخروط يهبل هاكا نحضرو في الكاري نتاع السيزام بونجورنو جيجي احلى شيف جيجي كنت ديما نحكي في اللايف نقول شيف جيجي اللي هو شيف طلياني اما سي ولا تونسي يعني فكيناه لايطاليا الحق كيفاش نقولوا احنا ربي داوم العشرة شاف طلياني تونسي سيء يعني ولا تبع تونسي ما يعطيه الصحة تلقاو عنده الباستا طليانية تلقاو عنده الماكلة الطليانية البنينة اللي تعمل 66 كيف دونك قاعدين نحضروا في الكريم تاع السيزام باللوز اول ايتاب قلنا عليها هكا ايتاب الحاجة بالحاجة باش نخلط بداية السكر مع الزبدة دونك حتى لين تولي عجينة متماسكة بالطبيعة تنجموا نتوما هذايا كان عندكم لاباري مي نحاول نوريكم الطريقة بسيسة بسيسة وردة وردة الروسيتا تاع المخروط الله يبارك تنعطيك الروسيتا تاع المخروط حاضر يا لالا تنعطيك الروسيتا تاع المخروط دونك كيما تراو سكر خدمناه مع زبدة بربي نجم تقولي الروسيتا تاع البقلاوة نحب نعملها شو جمني يوتيوب شو جمك عبير باه للي يحب الروسيتا راهو نجم هاكا نقرا في الكومنتات مي تنجموا زادا كيف تخليوا لي ميساجات وانا نوعدكم باش نجاوبكم من الناس الكل هذه هي اللي تابلو لمية جيس نغسل البداية العادة سلام شنو اخبار وربي يبارك باش شنو تعمل راس سليم قاعد نعمل في كريم تاع سيزام وقاعد نحضر فيهم باللي تاب بالسياسه بالسياسه دونك بسم الله هذوما توا العظم دونك ما عادش نسحقو الباتو وعندي زوج لي نحطو هنايا باش نزيد العظم دونك جينيرالمون في كيلكو روسيت ديما السكر مع العظم حتى كي تحط نحطوه اون بلوي اون نيج علاش باش ما يحرقناش لي بريباراسيون نعرفوا لي السكر كي يتحط كامل مع العظم راهو يحرق لنا ساعات لي بريباراسيون يقول لك راهو العظم تحرق هذه لي تاب الاولانيه هاكا حطيت الزبده مع السكر باش نخلطوها مليح مليح هاكا ما سالش من الطريقه هذيا من بعد باش ناخذوا الميلونج هذاك الكل بسم الله كل مره نزيدو ونخلطو كان عندنا كورن بطبيعه تلموها من بعد بالكورن وديما كي تزيدوا الفرينه حاولوا كان عندكم غرفه نتاع لوح ولا كيف انا مسياش ما يقلقش عاملوا بالفوي اما حاولوا ما تخلطوش انرجيتيكمون باش الفرينه ما تطيرش you
هكا نحطو الكونتيتي بسياسة بسياسة ونخلطو. كان عندنا سباتيلو بوا خير، وهذايا ديسير سيرتو جربوه وصدقوني حاجة روعة روعة روعة. نعم نطلع الفور، بسم الله وبالله اللهم صل على النبي. خلي شوية ياخد وقت، نزيد الكمية نتاع الفرينة نتاع ميلونس، الفرينة لوز وشوية زيتون. هذا باش نصب فيها جاجلين نقول لكم علاش. هاني جايك الفور هاو يعيط، قول له هاني جايك. سيء تاخذ مرحلة كبيرة حرك بها البريباراسيون كل كملنا من الفوايد. هما لي كريم تاع سيزام نورمالمون تلقاو في كومنتير الوصفة تاع الكريم تاع سيزام، سهل العملية. دونك استحقينا كعطينا عظم، 150 غرام سكر، 200 غرام فرينة، نص ساشي تاع خميرة، وزدناه 200 غرام زبدة و 200 غرام لوز. دونك نخلطو الميلونج حتى لين تحصلوا على عجينة متجانسة. وريتكم الطريقة هاكا بسياسة بسياسة باش ما نحرقوش العظم. باش شنو المنيو؟ المنيو باش الطبيعة باش يكون موجود فيه شربة، شربة شكون موجودة، سلطة شكون موجودة، عندنا مقرونة عالمية بالحبق وطماطم سوريس، عندنا روتي في الفور، المقروض حاطينه في الفور، وذوما كاري تاع سيزام هاني جايك هاني جايك الفور. أبش خليها بجنبكم كاري تاع سيزام ونمشي نجيب عم المقروض. واسمع هذا كيما يقولوا ناس بكري، المقروض رد بالك شحنوا برشا يسخايب روحوا بقلاو. دونك هذايا تنفع في المقروض اليوم في روسيتو بتاع المقروض اللي قاعدين نحضروا بها. نجم نقصوا من السكر بيان سور، تنجم تنقص من السكر وما تنجم تزيد ستيفيا. ستيفيا اللي هي العشبه، نفس العشبه كيما السكر تعطي نفس اللي فيه. صباح الخير شيف، ان شاء الله عيدك مبروك، ميرسي بوكو نبيها فرشيشي. دونك الناس اللي خلطوا علينا الكل، باش نوريكم المقروض خارج من الفور، الريحه شاهي، اللهم صل على النبي. ها يا سيدي المقروض راهو كيف كيف، تنجمو تعملوه كيما المعمول بالضبط. سارة بن عاشور أهلا بيك، شوف اللهم صلي على النبي. تنوريكم كعيبة، بسم الله هي سخونة، عذر كيفاش تجي مستحمرة من اللوطة شوية. هذا كعبة تاع المقروض هيك هكا لما حالة سخونة. هذا المقروض نخليوها بعد عنا شحور، ديما كان المقروض سخون شحور يكون بارد. هذا المقروض نتاعنا حضر، ميرسي 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 بوكو، ديديكاس للشيف محمد ياسين سيالا، ديجا لي حضر مقروض وعطاني حتى الروسيت. حضرت المقروض على الطريقه نتاعي انا كيف كيف، نعرف اللي واحد يعني يلزمو يجتهد. بعد هذا المقروض كيما قاعدين تشوفوا نزيدوه، نزيدوه النوات كوكو. ولا بالحق فما ناس كيف المقروض بالحق ما شحرهمش برشا الناس هذوكم بالله باش ما يخايبوش رواحهم مقلاوه. وتحيه للناس الكل اللي يخايبوا رواحهم، يعني هما مقروض يخايبوا رواحهم بقلاوه بالله، بتعطيهم زيت شحور. هذه كانت الروسيت نتاع المقروض، باش نحي بابي كويسون هكا. حطوه لهنا طبق، سكر الفور، اللهم صل على النبي. ميرسي بوكو، فما ناس فاتوا المقروض والبقلاوة ما شاء الله. دونك بالنسبة قبل كل شيء خلينا نوريكم قبل ما نحط الكريم تاع السيزام اللي هو باش يستحق 15 دقيقة زادة كيف كيف. نحط دجاجة طيب ولافونتاج ديجا بالله ما شاء الله يعطيك الصحة شيف، ما شاء الله عليك.
دونك يعطيكم الصحة الناس الكل. عندنا بولي نتاع مليحة، دونك اسمه بولي كراكودين، حاضر في دون دي ساشي سوفي تقام في المكازان الكل نتاع مليحة، دونك مفوح حاضر باش غير كو باش ناخذ البولي باش نحطوه يطيب في الكوش. بالطبيعة يلزمنا نخمو في هكا البولي، هو محلول يعني محلول على مصراعيه كما يقولوا، باش نحطوه يطيب هكا يعني دجاجة هكا تعمل 66 كيف. بالطبيعة باش نحضرو معاها كما يقولوا شكشوكة. بربي يبارك لك، شايف نجم نستعمل قالب آخر في بلاصة الكاري؟ أي بيان سور نجم نستعمل قالب آخر، ما تنوريك الزينة اللي باش تكون القالب نتاع الكاري. جوست نغسل يدي كالعادة، سهام يعطيكم الصحة. الناس الكل اللي خلط علينا دونك هذايا جوست يلزمو في الفور، خلي حاجة نرتاحو منها ونحضرو شقان الفطر نتاعنا. دجاجة هكا عالمية هكا راقدة عاملة جو ماريني مولع بليقلة، بسم الله نتعداو للكريم تاع السيزام. شيف تو نهار العيد يلزمك حق الملح، بيان سور حق الملح ميساش ما حتى مشكل، المفيد دعوة خير، وانتم زيدها ربي يبارك لكم وربي يعطيكم الصحة وربي يعطيكم الوقت الطيب. دونك ناخذوا الكريم تاع المول نتاعنا اللي خذيناها كاري، دونك البارتي هذيا من بعد من الفوق باش تخرج باش نعبيو فيها كولي تشوفوها حاجة روعة روعة. نتوكلوا على ربي، سميو بسم الله، نتوكلوا على ربي باش نعاود فرد مرة. بعد الدجاج نفس الدينا عاود لنا رسيت على المخروض، الله يبارك نعاود لك رسيت على المخروض يا شيف، ما لقيتش في مغازة خلي على الفاح تو نصنف في مدايتي ونفوح وحدي، الله يبارك فما حتى مشكل، ما لقيتش الفاح في المغازة نعطيك الفاح نتاع الدجاجة. دونك دو بريفيرونس تخليها في مارينات، مارينات اول حاجه تحط فيها حليب وبصل وثوم بالنسبه للدجاجه، هذيا انا خديتها مفوحه ما عنديك الفهم تاع دجاجه واحده اخرى، بصل وحليب وثوم هذوما الحاجات الاولانيه. دونك هذوما الحاجات الاولانيه في وسط المارينات، مع هذاك الكل نزيدوا شويه مطارد، شويه زعتر، شويه كليل، شويه صوص، شويه مرجولين. الفاح العادي توا في توندونس جديده ولات زادا كيف كيف، ولاو يعملوا الرند مرحي. دونك ناخذوا كعبرات لفوهم في الزجلان، نوريكم نعطيكم شويه كاميرا، ومن بعد نحطوهم في الكاري هكا. ريتو ريتو العمليه هذه كما يقول ضوادي، عمليه واحد اثنين. هذوما لي كاري تاع سيزام، حاولوا ما نفوتوش هكا كعبرات صغيرونات. بون باش تاكلكم برشا ججلال، ما باش تخرج حاجة من وراء العقل، أمنوني حاجة بنينة برشا. دونك هذوما بالنسبة للكريم تاع ججلال المفيد، أنا هكا نحاول ديما نفيدكم باللي رسيت. هاي قلقت باش ناخذو طرف صغير من العجينة ونكرر نفس العملية هاكا، شوية عجينة من هنا نروليوها في الزجلان توما زادا هاكا بارتاجيو هاكا باش المنفعة تحصل للناس الكل. حاولوا بارتاجيو اللايف وللي خلطوا علينا وتاكيو صحابكم وحبابكم باش الناس الكل تستفاد. قاعدين نحضروا في كارين تاع سيزام، وريتكم الطريقه بالسياسه بالملي، وريتكم طريقه يعني ما فماش ما اسهل منها الطريقه دي، وتتشوفوا من بعد باش تعملوا جو معاهم. سيرتو شنو اللي قاعد نعمل فيه، قاعد نعمل في كارين تاع سيزام، تشوفوا الجو
كي تراو لي كولوبش تنجمو ذوبو شوكولاته، كولي نتاع شوكولاته تنجمو زيدو كولي نتاع فريز، باش المفيد تختاروا انتم شنو تحبوا، باش هكا تحصل المنفعه للناس الكل. دونك نحاولوا نتعليوهم كيف كيف، راهو حتى بمغرفه ما بينا نحب، ما كيما يقولوا واحد هاك يحب يحرك ديما بدايته، كرروا نفس العمليه. نوريكم كيفاش من بعد شاف اللوز بقشور ولا بلاش اللوز، حطيت بلاش الجميع اللي خلطوا علينا توا قاعد نعمل في كريم تاع سيسام كيما قاعدين تشوفوا. ناخذوا كهبرات صغار ونرصوهم في وسط مونبورت بيس، بلوتو وسط الموبل. حق الملح المرة هذه ليلو هو خاطر هو اللي طيب. أنا قاعد نحاول أي هوية من تلقاها اللايف ما فيها، فيه خميرة، فيه شطر باكو متاع خميرة بالنسبة للكريم تاع سيزام، بالطبيعة باش يفوج ويعطينا المنظر الحلو برشا. انتوما كي باش تربحوا بأكثر كعبات يعني تنجموا كيما يقولوا تسمحوهم شوية تبعوهم، أنا هاكا نجتهد ولا حتى الكيبرات هذوما تروليهم. باش نعمل طبقة بركة ثم بعد نكملو الباقي باش ناخدو على كمالة المنيو. نحاولو نحيو زي الكل بعد ما نعملو الكيبرات، خاطر هما زادا راه باش تنفخو الكيبرات. في عود اللوز، في عود اللوز انا اخترت اللوز، راهو تنجمو تحطوش لوز راه يعني ما يقلقش. مي انا هاو كنحاول نعطيكم ريسيت باش كي تجربوها نتوما على طريقتي انا تجيكم بنينه برشا. نكرروا نفس العمليه بربي نلقاه لايف على الباج توا جيت فرح. بيان سور تلقاه على الباج نتاع شيف مؤمن. ابوني فو نتوما قبل كل شيء، بارتاجيو طون باش المنفعه تحصل للناس الكل. وتوا قاعدين هاكا نحضروا في كاري تاع سيزام باللوز، عملوها فرد مره هذايا. نوريكم بعد نجمو ناخذوا سباتول ونظفوا ونحيوا الكسير كله. انا كنت حطيت شويه جزلين راهو في وسط البريباراسيون، انتوما زيد كيف كيف ابار شويه جزلين بور غولوفي لو غو، تخليو شويه جزلين باش تروليو بيه، يعني هذيك الفرق. خويا يقعد الفيديو نرجع مره اخرى، فما حتى مشكل مفيده ان شاء الله. عيد مبروك شيف، تقبلوا لي معجبه من المصنيف نبر بهم العائله، فما حتى مشكل مرحبا. ومما نجم نعمل مقروض بسميد خشين، سميد متوسط نورمالمون، او ادفع بيد روسيت مكتوبه تلقاها نورمالمون مكتوبه بالنسبه للروسيت. دونك الفرق انكم انتم من بعد كي تجربوا الروسيت وتعطيوني رايكم تنجموا تاجيوني زاد كيف في الانستغرام شايف مؤمن بن يونس. واحد يغسل بيه كالعادة ميرغو افيك كان سيزام، سيرتو بسيزام بالفين دو سيزام يجي حلوة برشا سارة. بعد ناخدو بلوتو ونحطو هنا باش نسمح بدو بلاش هكايا، دونك نحاولو حتى كالكسي نجم يعملنا كعب أخرى. هذاك الكسي نتاع البات اللي خارجة راهو يعملنا كعبة أخرى. تنجمو تعملوهم حتى كعابر بالمغرفة،
المفيد الفائدة تحصل للناس الكل. دونك بون كومونتير تاع فما عندي في الفول فيغ مش عارف على شنو الحلقة معني قاعد نقرا في كومونتيرات. وتوا نحطوا الكريم تاع سيزام نجيبو في الفول. لافونتاج هذا في الفور، لافونتاج في الفور اللي تنجم تحطو بليزيور بريباراسيون دونك ما يصيرش ميلونج. هذيك حاجه باهيه الفور تاع ويربول سيزيام سونس. جوست خلينا نعملو البروغراماسيون باش نحط الكويسون. لي كريم تاع سيزام نحطوهم على 15 دقيقه بالنسبه للبريباراسيون، باش نخليها من بعد البريباراسيون نكملها باش هاوك انتوما تستفيدوا في كل شيء. كيما نقولوا نتعداو للطبق الموالي، افتح يا سمسم عندي فيه به ان شاء الله بقدرة ربي. نحاول نوصل كيما موجود في كومونتير، نحاول نوصل لل 2000 ابوني ونوصلوا لل 10000 فان. هذاك بالنسبه لينا لوبجيكتيف تاعنا ظهور شيء باهي. هاكا تجيو انتم اصحابكم وحبايبكم بارتاجيو اوتون اللايف بالكبر نتاع لي بيرسون لي فان اللي يكونوا موجودين، تحصل المنفعه للناس الكل. نحاولوا اول حاجه نظفوا لو بلون دو ترافاي، تعديو الكماله نتاع المنيو. انتوما زيد عاونوني هاكا انا ما نقولش عليكم بالريسيت والدبارات. انتوما بارتاجيو اللايف، بارتاجيو اللايف باش نوصلوا للنمبر كبير برشا نتاع دي فان. نتعداو توا الكماله نتاع المنيو. يا سيدي بن سيدي ريفيرونس نتاع الفور نجات، ريفيرونس نتاع الفور سيزيام سونس ويربول. فور بالحق يعاون يعني كيما الفور بروفيسيونيل اللي نخدموا فيه في الريستورونات ولا في الوتلة. باش نتعداو للكمينة نتاع الدبارة نتاعنا باش نحضرو شكشوكة، باش نحضرو شكشوكة، شكشوكة بنينة. هاكا توا جا وقت القصعنة هاكا، شاهية طيبة يعطيك الصحة وربي يعينك شاف. ميرسي بوكو. دونك نعرفو سيتو في الأيامات نتاع رمضان تبارك الله نحاولوا باش نفيدوكم منفعة باللي رسيت بالدبارات باش المنفعة تحصل من الناس الكل. وصفة المقروض يعيشك بيان سور. وصفة المقروض الله يبارك تعطيك وصفة المقروض توت سويت ترملها عليكم. جوست هاكا نتليها بشوية قرصان، وإلا تنجم تعاود تتفرج يا سامية تتفرج في الريديف تلقاني مليت عليهم الوصفه نتاع المخروط. تنحاول نحطها ايبانغلي في كومونتير. توا باش نعملو الشكشوكه اللي باش تكون اكومبانيمون مع الدجاج، ومع الشكشوكه باش نعملو مكرونه. ما نحكيلكمش بريحه الحبق العربي قداش يقعد في الفرن مكعبات زجلان وشاهي طيبه. مكعبات يقعدوا 4 ساعة على 160-170 درجه، حاولوا ما تصعدهمش. قداش كاس سميد؟ كاس سميد جينيرالمون راهو الكاس الكيلة هذيك 100 غرام. مي تنعطيك سيرون شنو الشرب منو للناس الكل اللي خلطوا علينا قاعدين باش نحضروا ادوار. هاكا عندنا شكشوكه باش تكون اكومبانيمون مع الدجاج. شكشوكه عالميه بنينه فاوحه تبدا محرحره ومزوزه. شكشوكة تختلف الشكشوكة، انتوما قولوا لي كيفاش تحضروها الشكشوكة. هاكا انا نوريكم الطريقة تاعي انا، انتوما زادا كيف كيف تنجمو تقولوا لنا باش تحصل المنفعة على الناس الكل تقولوا لي كيفاش تحضروها. كنا قاعدين نضفو الفلفل، ساعات راهو ما نخلصش على الكومنتات نتاعكم، مي توكا تنعاود نقراها. به شنو نجم نعمل بريغوتا؟ بريغوتا تنجم تعمل برشا حاجات، تعمل مطواجن، تعمل برشا حكايات، تعمل حتى فلفل محشي بالبريغوتا. من صفاقس يعطيك الصحة شيف، ميرسي بوكو. بس نتفقد الفور،
نجيبوا الطواله يا رب. ده وقت الحصان على الجو. نحب نفهم سميد يا اخي، سميد العادي ولا نطيبه بكسي ولا ماخ؟ السميد راه انا اخترت، عملت ميلونج الحقيقه، عملت ميلونج ما بين سميد السميد الارتب وسميد المتوسط بالنسبه للسميد. هاوكا تنجموا نتوما زاده كيف كيف تحاولوا ديما تجتهدوا. هاوكا نقرا في الكومنتات نتاعكم للجميع، الكل اللي يحبوا يكونوا موجودين في اللايف ينجموا يدخلوا للايف يكومونتيو ويخليوا دي كومونتير يبارتاجيو باش المنفعه تحصل للناس الكل. باهي وميمة نورمالمون الروسيت نتاع باهي ارفيا هاكا جاوب فيك سميد الارتب اللي نعملوا بيه خبز تابون، شاف سميد اكثر من الفرينه. دونك فما بليزيور روسيت بالنسبه للمقروض، من الاكثريه كاس سميد عليه زوز كيسيون فرينه بالنسبه للمقروض. قاعدين نقصوا في الفلفل، حضروا بيه شكشوكه، شكشوكه من شكشوكه على السريع. وفما شكون يسميوها حاجاكم المكبوبه بالنسبه للشكشوكه. دونك هكا دخلت المدام تفرج المدام تاعي درة، تحية درة. هكا عملتلك ديديكاس، منقولش نسيتك، عملتلك ديديكاس على لانيفرسير نتاعك. كل عام تحيا بخير وان شاء الله اون لو فيت انصومبل. هذا خاطر صارت الكونفينمون وكل شيء هذاك علاش. باه زوز كيسين فرينة وكاس سميد، اي بيان سور الفيا زوز كيسين فرينة وكاس سميد. قاعدين نقصو الفلفل، هلو الغاز كالعادة، نحطو شوية زيت. الشربة هكا قاعدة سلة سلة عاملة جو. نبدا البصل كيما نقولو نقصو جوانح، مع البصل عندنا شوية طماطم باش نزيدوها، نجمو مع شكشوكة بحكم عندنا هاكا دجاج. شكشوكة من غير لحم نجمة بحكم عندنا دجاج، دونك تكون أكومبانيمون خاطر عندنا مكرونة هاكا شكشوكة ودجاج وعندنا مكرونة بالحبق زادا كيف كيف. خاطر ديما نجمو نعملو مكرونة بالحم ولا بالدجاج. نسيبو كوع الكورة هاكا، هاي شايف أنا حاضر في المعمول بتمر والفاكهة. نورة جرب المعمول وورينا التصاور نتاعو، وصور وتاقينا في الانستغرام باش وانا نوعدك نبارطاجي لكم لي بريباراسيون نتاعكم الكل. دونك اول ايتاب للشكشوكه ناخذوا البصل، سير البصل اللي في الكوجينه هنا نعطولو الفوزدخ بحكم المنفعه نتاعو الكل. البصل في الكوجينه نعطولو الفوزدخ للناس اللي هاكا بيكم عندهم عيد سعيد. هذايا اللي تاخذو لهنايا هاكا عندنا الفلفل، نحط الفلفل لهنا. ناخذ الطمطومات، بسم الله، تجي شكشوكة عالمية، شكشوكة تكون غارنيتور للدجاج. نجم نزيدو كعبة أخرى طماطم، راهم كل واحد كيفاش. نهبط برك الله بالكولوراسيون، تجي حاجة من وراء العقل. خليو البصل سلة سلة، نحط بيكارين تاع سيزام فور. وعندنا سلايطة، شوف يا سيد هي مكتوبة به المقروض قداش يقعد في الفور.
وصفة المقروض، وصفة المقروض هاكا تلقاوها ديجا محطوطة إيبانجلية. بالنسبة للمقروض يقعد 15 دقيقة، شاهية طيبة. شيف ميرسي بوكو شيف عبد الوهاب مرابط، راه ساعات ما نخلاش على الكومنتير. نور البارح حضرت رفيس سميد مقلي وتمر فاكهة وعسل وزيت زيتونة، جاني بنين صحة بشفاء، إن شاء الله في شفاء. نجموا تقعدوا في اللايف، ما تمشيوش، تقعدوا بحذانا تبارتاجيو وتخليو كومنتاريتكم الكل. تقولوا لنا شنو الخبره نتاعكم، ما جاوبتونيش على الملوخيه، ما قلتوليش كيفاش تحضروا على الملوخيه. شوفوا توا الفلفل، زيدوه البصل، زيدوا طنطومات، طنطيط هي بكره طنطومه، زيدوا محليات نتنا. مازلت ما فوحتش البصل الفوزة في البوفريو. اي دونك بالحق انا بعثت التصوير في المعمول به تنشوفها ليليا. حاول تلاقيني في الانستغرام باش انا نوعدك نفرتجيها. خلينا شويه بصل، شويه طماطم، ونزيد نرمى الماء الطماطمات موجودين، ولا ناخذ هيبة من هنا. هكا قاعد نحضر في الشكشوكه. يا وينكم وين كومنتاريتكم، بارتاجيو الناس الكل، وقعدوا معايا في اللايف، تابعوني وشوفوني، واعطيوني الدوارات نتاعكم، واعطيوني كيفاش تحضروا الملوخيه وكيفاش تحضروها سيرتو في العيد. وقلت لكم تختلف دوارات، واعطيوني الاسامي نتاع الماكله الزمنيه القديمه نتاع الخابيه، الماكله المشقعبه اللي قلت حكيت عليها البارح، وقلت لكم فما ساعات برشا ماكله تبدا مشقعبه. اسامي من وطنين القاضي، وميت مرة نحرك المقلة بالطريقة نتاعكم، عملتها مرة كل شيء في القاعة. لا رد بالك لازم تعلم تكنيك، هي راهي بوانيي، وعلاش سيرتو احنا في الكوجينة راهو نتعبوا ياسر في البوانيي نتاعنا في يدينا، جيع برشا ديما لهنا في الارتيكولاسيون. دونك ميرسي بوكو عزيزتي، هاكا برافو شيف، هاي تقولي برافو شيف، هاكا تشجع فيا، هذا يزيدني حماس باش نزيد نطيب. نوريكم كيفاش هاكا تقلبوا. بالسياسة بالسياسة نزيدو كمية الطمطومات، هذيا شكيشيكا كيما يقولو، شكشوكا عالسريع. نفوق فيها شوية ملح، شوية فلفل أكحل، ونخليوها هكا جرنيتور، هذيا تكون جرنيتور نتاع الجيش. هذايا غارنيتور اللي حضرت، هاي تبع فيك الناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك هاكا طار، وريكم كيفاش نحضروا دبالة بنينة ياسر وسهل. ماذا بيا بالبريفيرونس نزيد ننصحكم، حاولوا خليوا الخضرة كروستيون باش المنفعة تحصل وباش تستفيدوا. دونك هاكا طفيت، وخضرة مازالت باللي كولور نتاعها تاع 66 كيف. هذايا بالنسبة للحاجة الأولانية هاكا ارتحنا منها. نتعداو للمقرونة الكرينة اللي باش نحضروها، ربي يعينك ووفقك شيف، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. شاهدني فيها شكشوكة اليوم، نحضروا شكشوكة، هي حاجة باهية، أنا نحاول نشاهيكم. للي ما عندوش دبار هاكا عنده دبار، عندنا شربة، عندنا شكشوكة، عندنا دجاجة في الفور، عندنا كريم تاع سيزام، عندنا مقروض. انتوما تبعوني بركة وبارتاجيو اللايف، خلي المنفعة تحصل للناس الكل، بارتاجيو، تاكيو صحابكم، تاكيو أحبابكم الكل. وانا نوعدكم نخبي عليكم حتى سر من اسرار الكوجينه. دونك نجيبوا بواله باش نوريكم كيفاش نحضروا، كيفاش نحضروا الصوص نتاع المعمولة. وهي البواله، البواله هذيا نحيوها من بحذانا، فيها الخضرة تاع الشكشوكة، هذيا الخضار، هذا يطفي في الاكل. به الملوخيه، الملوخيه نقلطها مع زيت في البارد، وبعد نصب عليها ماء سخون، وبعد نزيد شويه، وبعد ما تقر زيتها نحط لها اللحم مفوح بالتابل والثوم والفلفل المرحي والرند. صح باش فيه يعيشك شيف، ربي يوفقك. اي تاكيو صحابكم احبابكم، اي وينكم، اي وينكم الناس الكل
تاقيو في الايامات هذيا نتاع رمضان، من اول رمضان هاكا ما بقولش عليكم، بالدبارات باللي ريسيت باللي زاستيوس بالتكنيك، ربينا كده مع بعضنا بارتاجي وخلي المنفعه تحصل للناس الكل. مش هوريكم توا طريقه نتاع اعداد كيفاش تحضروا مقرونه بنينه وخفيفه وسهله. فيسع فيسع تحضر لكم مقرونه، ناخذوا كعبيه الطماطم، التميتمات، الزغرونات، عندنا شويه ثوم، عندنا الحبق، شو حنا الحبق، دونك ناخذوا طري فوريقات تاع الحبق، هما باش ينكهونا المقرونه. نقول عليكم زاده كيف كيف الاستوس به الحبق. من بعد ما شلناه ناخذوا كيما النعناع نضربوها، كاين بريسيو عليه دوبليش باش يخرج النكهه نتاعو، نحطوا الحبق من هنا به ونفوا البلون دو ترافاي. فما الكريم تاع سيزام هاو ينوقز، عطا نوريكم كيفاش باش نحضرو. هذا الكريم تاع سيزام، حبقت نقلي بحال الثوم، باش نوريكم كيفاش باش نعمل باش نزين لي كاري المكعبات نتاع الجزلة. بسم الله وبالله، نضرب شوية آخر، دونك مازال يكفيني الوقت باش نوريكم المقرونة، ومن بعد نرجع للكريم تاع السيزام. فيسا فيسا نوريكم الريسيت تاع المقرونة. خذينا طريف طومات سوريز، هبيت على طومات سوريز كيما في الريستورونات برشا سالوني عليها، قال كيفاش تحضر مقرونه، باش حضروا احنا بلومه اليوم بشويه احبق بتكنيك سهله وخفيفه في صفيصه تحضر. شغل الغاز، طماطمات نقصهم تبارك الله كبار، نقصهم الاربعه، سيرتو انتوما في الايامات الاخرانيه نتاع رمضان نتحيروا في الدباره وبرشا برشا الحق في الايامات الاخرانيه. بيرسونيل مو انا ما عادش يولي واحد ابار مش يحير في الدباره، ما عادش ياكل برشا اكثر من درجين ربع ساعه على الطاوله، ما عادش يقعد، وتوا تولي تتلهاو برشا في الحلو نتاع العيد. وهذاك علاش هاكا احنا كنا حضرنا مقروض، وتوا قاعدين نحضروا في الكريم تاع السيزام باش نحضروا مقرونه، ونوريكم من بعد كيفاش يكون طاولة تبارك الله منصوبة تكون موجودة تصاور يوميا نهبطهم على الباش. دونك كنت سالتكم الكمينة نتاع الملوخية، غدوة الحي دجاجة في الفور، الملوخية تقليها في الزيت وتسخن الماء وتمرقها نجلة غدوة دجاجة دور ميرسي ارفيا. نقرا كومنتاري تاعكم، كوثر مساء النور، بونجور عمر، اي تركيز مقرونة توا نقلي الملوخية وميمة سي بيان، نور مدير مساء الفل مروة، شاف عطينا طريقتك في الملوخية، الحباق أعلى حاجة في المقرونة، دونك غدوة قال بارتاجيو ديريكت، يعطيك الصحة لو سمحت. تعملنا سباجيتي ذقتها في تونس عجبتني بزاف، إن شاء الله الله يبارك في عملك سباجيتي، يعطيك الصحة عزايز، وكومنتاريات تبارك الله، الحق في المقرونة بالحباق، وأنا قلت وينهم كومنتاريات وهما الكومنتاريات قعدوا لوط، قعدت نتبع في الكومنتير نتاع ليليا على الرسيت نتاع الملوخية، دونك الكومنتاريات كل قعدوا به والله به عاد كان تقص على المقرونة لو هذايا طريف في الطماط سوريز كيما قاعدين نشوفوا هاكا الطماط سوريز، نحط شوية زيت البوالة هاكا سخونة، مانيش نزيد مانيش باش نزيد حتى شيء آخر، يعني باش تكون مقرونة سهلة عالمية وخفيفة. بالنسبة للمقرونة عندنا الطماط سوريز، عندنا وريقات نتاع الحبق، جينيرالمون ننصحكم نصيحة ما تقليوش بالله الثوم في الزيت راهو يتحرق، راهو برشا يقول لك اسمع تقلي الثوم في الزيت، سامحني مع احتراماتي راهو ما يتقلاش الثوم في الزيت راهو يتحرق. الملوخية تسخن الزيت زيتونة وتقلي فيه الملوخية بودر وتمرق بالماء فايزة، أو تبارك الله الناس الكل قاعدة تتفاعل على طريقة نتاع تحضير نتاع الملوخية. دونك كي تسخن البوالة باش نرمي فيسع فيسع الطمطومات، شوف شوف محلاها ولا
ترمي تنطمير في حركة تروح لها الكولوراسيون اللي دخلها التنطمير. نزيد الحبق هو الشناكة نكمل الكمال عليه الثوم وشفاحة وشوية ملح في الأكحل. نحكيكمش بارك الله على الريحة هاي من وراء نقل. نتاع هذا شيء يكوه ولا لين ها شوية طماطم شوية حبق شوية زيت ولا ستوس هاي شنو اللي هيلكم هنكم كيما العادة زيدوا شوية ماء وتوها ولا كيفاش هذه صوص فريشكا بطماط فريش عالمي خليوها هكا طفيو عليها على الغاز ترجع تكمل النار ترجع بربي الحب مرة لحم مقرونة فريد ماء بيان سور ان شاء الله تعالوا نحاولوا في لايف شوية نحطوا شوية ملح نحطوا شوية في الأكحل كملت تحط في الأكحل دونك هذه بالنسبة للصوص نتاع المقرونة تاع من بعد نوريكم في الزينة نشوف محليها لي كولور كيفاش محليهم نتاع الطماطم كيفاش حاجة روعة. دونك بالنسبة للصوص نتاع المقرونة يعني هاك الحاجات سهلة نجمو نحضرو حاجة بنينة حاجة روعة من وراء العقل. ديما نحاولو نظفو الكوجينة الزيت نحيوه باه ما تحطش شويه طماطم معجونه فايزه ما حطيتش شويه طماطم معجونه نجمو نعملوها بطماطم جراب بيان سور بيان سور نجمو نعملوها دونك الحاجه الباهيه حاجه سهله بنينه وخفيفه راهو حضرتها انا قبل قداش من مره مش اول مره نحضرها بنينه ما تعمل حتى شيء بعد تزيد وتعرف شنو تزيد ولا لا مغرفه نتاع زيت زيتون كهو مغرفه نتاع زيت زيتونه وتفكروني تترحموا على والدي بالنسبه للمقرونه دونك بعد الروسيتا المقرونه نظفوا كالعاده البرونت فاي وعندنا روكولا اللي هي الروكيت شويه روكولا كما نقولوا بالايطالياني عندنا شويه روكيت وعندنا شويه طماط سوريز مي لالونجي هاك طماطم سوريز كزغرونه مش المكعبره عملنا بها المقرونه هذيك باش نزيدوها اللي قعدنا من البارح بشويه الفلفل الملون دونك لورانجي وكل شيء باش نقصوا بها سلايطه هذه بالنسبه للسلاطه دونك عندنا الشربه عندنا المقرونه نتعداو للفوق بسم الله وبالله سي فور نورمالمون قص تبعوه فهمتش علاش قص الفور قصة نحضروا مع بعضنا شنو سؤال فيسع فيسع عليه هاني تو نعمل لك رشه من جابس ملوخيه جابسيه ما نحكي لكمش على البنه يا ارفيا دونك باش نتعداو لكمالة السلاطه تنوريكم كيفاش نحضروا سلايطه على ميلو توني تيبو الكريم تاع الجزلان باش نوريكم الديكوراسيون زاده كيف كيف حاول كيما قلت لكم ما نخبي عليكم حتى شيء هاكا قاعدين تقولوا لي على الملوخيه انت في تونس ولا في الخارج فايزه في تونس بالله خلي كلمه نشيخوا عليها التوانسه الكل اي اقعد واقف برجع كلمه حلوه برجع في تونس نقولوها اي اقعد واقف كيفاش تنجم تقعد واقف شنو هو الكلام الاخر اللي في تونس برشا يقولوه وتعملوا عليه جو اي يمشي ويجي برا يمشي ويجي تونس الخضره تحيه تونس بربي ريكاب لحظه برك فما تليفون من جهه اخرى نجيكم الو
اسكت ساكت سلم سلام شيف، يجيك من باريس تحية لباريس، ليه رش الفلاكحة لي يا شيف ارفيا فيزا سر من خيا. كنت في تليفون بطبيعة، جاني تليفون هكا تليفون عادي بيه لايف، تليفون نتكلم بيه مالوغوزمون، بطبيعة نحاول باش نجاوب خاطر سينون ساعات ما نشلقش على تليفونات. باش نكملوا في الكميلة نتاع قسان نتاع سلاطة، دونك خديت الفلفل تروا كولور، عندنا فلفل الأصفر وفلفل لورانجي والفلفل الأخضر. هذه السلايطة، سلايطة تكون بنينة برشا. قوم وقعد، هاني هاني قاعد نجري. هاي هاي هكا الكلام الكلام الزمني كله هكا اللي يقوله بالحق، قال لك توانسة وتفرجت عليه في فيديو، هو واحد مصري عمل فيديو قال لك بالله شنو هو الكلام هذا اللي يقولوه التوانسه اللي احنا يا شيف يا اخي. شكشوكه كامل بيان سور، شكشوكه كامل تبارك الله. هاي شكشوكه مالا راك في الكاتجي، هاي خذ مرقه لطف عليكم. وهذه سلطه فريشكه بنينه بروكيت وعليها شويه زوز وشبيب بلاد كرميش، بالطبيعه تنجموا تزيدوا فيها اي حاجه. الفلفل ستور راهو عنده منفعه كبيره برشا الفلفل، وذاك علاش انا اخترت خليت بارتي البارح وبارتي نحضر فيها اليوم باش نعمل بها سلايطه، باش نزيدها شويه جبن، باش نزيدها شويه سلامي. المفيد تبدا سلايطه عالميه. انتوما كملوا قولوا لي هكا باش نبدا عاملين جو سيرتو في الكوجينه، قولوا لي شنو هما وين نلقاهم في تونس الفلفل الملون. الفلفل الملون خديته تحيه للعماد من المرشي نتاع المرسى، تحيه ليه. تلقاو شواء كبير برشا في انواع الخضره الكل، تنجموا تختاروا على كيف كيفكم وتاخذوا خضره في الفلفل الغله، كل شيء موجود. راهو خضرتنا في تونس بالحق يعني خارج مش خارج الوطن يحسدونا عليها. كملوا هكا الفلفل، عندنا التميتميات والسوريز متناقضات في كلامنا. هاي يقعد هاي يقعد واقف، هاي هاي هذاك هاي الكلمه هذيك اللي باش نعاقبك باش نعاقبك ومش خليك قاعد واقف. وانت تجي الواحد راقد تقيمه وتسال وانت راقد، هاي بالحق بالحق سؤال يجيك وانت راقد يقولك رقدت، اي بالحق عندك عندك هذيا زاده موجوده عندنا، عرفت يطلبك يطلبك وتلقاه صوتك بالنوم وانت تعب ومتكلف. ما تقوليش راقد ولا تمشيش ما تجيش، هاي تمشيش ما تجيش نزله احنا شعر. لا 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 ولا ولا لا مش كيف راقد في كلامه يا ريما. سورتو فما كلام هاوكا يعني نعمل عليه جو كهو مشي في عاداتنا وتقاليدنا، مي مش التناقض يعني مش بالمفهوم هذاك نتاع اللي احنا نقولوا الكلمه هذيك اقعد ماشي ولا اقعد شيء ولا مش ناخذ التومات سوريس. التومات سوريس خذ التومات سوريس الزغرونه هيك مش كيما لارونجي مش روند كيما اللي عملنا بها المكرونه. باش نقص شويه بلي كل ردم الكل شويه روكولا اللي هي روكيت بالطلياني. امان ريكاب ريكابيتول شكشوكه، شكشوكه خديت فيها شويه بصل وشويه طماطم وشويه فلفل، هذاك الحاجه الوحيده قصيتهم كلهم مع بعضهم. ومن بعد سيدي فسيدي فاهم شويه ملح في الاكل باستا كما نقولوا، نجم نزيدوها شويه نعناع شايح للي يحب يخليها بنين. جيبوا هون حطوا فيك الفلفل اللي قصيناه، أقوى خضرة في تونس. يدخل للدار تلقاه هيا جيت، هاي هاي تلقاه مزيك يدخل للدار يقول له هيا جيت هيا دخلت، وتلقاه سي يدخل للباب دخل لوسط الدار. دونك هذيك من بعد شوية روكيتش نفرزوها، كانت شوية جبن وسلامي. أنا سلامي متاع مليحة، دونك سلامي بقري. باش ناخذ بارتي باش نقصها. سيرتو في السلاطه تنجموا تنكوها كيما تحبوا نتوما، الحاجه الباهيه اللي نتوما راهو في الدار تنجموا تحضروا سلايطه على كيف كيفكم. ناخذ بارتي هذيا تاع سلامي، معانا شويه فرماج بالطبيعه كيما العاده والعوايد. دونك نتوما زاد كيف كيف تنجموا تقولوا لي شنو البلان تاعكم ناسيونال ولا انترناسيونال. اللي كنت قبل حكيت لكم وقلت لكم اللي احنا عندنا في الكوجينه حكايه مع الهجه واشترى الشيف الكل يعني تاكل هجه. ثم زاد كيف كيف قولوا لي شنو هي البلا اللي انتم
تحبوه اللي انتم عندكم حكايه معاه، نصور كل واحد عنده حكايه موجوده سورتو مع هذا هكا سلامي. زيدوا فرماج وتبدأ سلايطة شكلها تعمل 66 كيف. نجمو نزيدوها شوية زبيب، نجمو نزيدوها شوية زوزة. شنو هو المنيو؟ المنيو ريكاب للمنيو فيسا فيسا للجميع اللي خلطوا علينا توا. عندنا شوربة، عندنا سلطة مشكلة قاعد نحضر فيها، وعندي مقرونة بالحبق هاكا حضرت الصوص هذيك من بعد نطيب فيها مقرونة. عندنا مخروض، عندنا روتي في الكوشة، عندنا كاري تاع السيزام. منو هكا يكون فاريي، وانتوما المنفعة تحصل للناس الكل. وكيستيون فيسا فيسا على السريع، شنو هي الماكلة اللي تحبوها مثلا؟ النمساوية وبار التونسية كل شيء، شينواز، أمريكان، مكسيكان، إيطاليان، فرونسيس. سمعت تو مسافر كيفاش عملت الدجاج في الفور توا خلط به أساور لوكيل دجاج في الفور حتى عادي دجاج مفوح. مي نجم نعطيك لفاح، كنت قبل قلت لكم بالنسبه للفاح نتاع الدجاج، البازه الاولانيه اللي نحطوه في المارينات فيها حليب وثوم وبصل، نزيدوا شويه مطار شويه ملح فلفل اكحل، ومن بعد نزيدوا الفين زيرب ولا الزيرب دو بروفانس، شويه كليل شويه زعتر شويه سوج شويه مارجولين. توا في الجديد التوندونس نتاع لي زيبيس الكل يزيدوا لوغيي فاي دو لوغيي مرحيين. انا عملت مرقه قرع على جربيان باش نزيد سلايطه كيفك وشربه شيء صحه وبشفي. دونك نزيدوا قصوا شوية الفرماج تبدا مشخشخة برشا تجبلنا كما يقولوا. كعطيتكم تفويحة متاع الدجاج، باش نخرج الكريم تاع السيزام، باش نبعت البلاتو من هنا، نخرجهم يبردوا شوية يسمو يبردوا. بسم الله وبالله تيجي هذيك ما نحكيكمش، عامله جو عامله جو قاعده تطيب سله سله. نطوني كمل هيا شاف وين وصلت انا، كمل شرموله وما لحت الحوت هيا مختاش تطلع تشوف لنا الهلال. والله يا نلوج على السلوم ما لقيتوش تطلع تشوف الهلال. توك نطلع انا وياك شاف محمد ياسين سيله. أما الهلال ليش مش راهو؟ ما هو استرسنا به، لقد تعذر علينا رؤية الهلال، هذيك عادة الحاجة اللي استرسنا برشا نسمعوها. باهي المشوش ما تلقى ما طيب، هيا برا شوية مشروش، باهي أنا نحب ماكلة صفاقسية، تحية للصفاقسية كل الماكلة الصفاقسية البنينة من قاع الخابية. شيف تعرف طيب مرقة قرعة، لازم تقول لنا عليها ليلى كربول، تقول لنا مرقة قرعة نعرفوا الشكشوكه نتاع القراعة، تعطيني شويه روسيت البسكوي، باهي تعطيكم روسيت نتاع البسكوي. جست نكمل نقص الجبن، بالطبيعه ديما نظفوا البلان دو ترافاي. دونك هذايا توا مازال كي وصلتني دبوسة تاع زيت هو على اللايف كيما نقولوا احنا، دبوسة مع من جروب شريف وردة كوميرس انترناسيونال. تحية لسي عبد المجيد شريف، عنده زيت بيو زيت وردة. باش نحلها كيف نكتشفها قدامكم. بسم الله هاي سيدي، شوف محلاه الامبلاج هذايا كيما يمشي للاكسبور، امبلاج نتاع زيت وردة، زيت اكسترا فيرجن اوليف اويل فيرست كولد بريست. دونك الحاجه الباهيه الاولانيه اللي هي ميد ان تونيزيا، دونك نفتخروا اللي احنا توانسه بزيت زيتونه البنين التونسي، زيت زيتونه اسمه ورده من جروب شريف. تحيه لسي عبد المجيد شريف، ميرسي بوكو. هذايا باش نخليها في وسط الكوزينه باش نزين بها الكوجينه، ماهيش باش نستعملها هاكا الحاجه الباهيه. وتحيه للزيت التونسي بتاعنا اللي هو بنين برشا، واللي احنا في العالم الكل ديما نفتخروا بالزيت زيتونه. زيت زيتونه هاكا اسمه ورده من جروب شريف، تلقاوه في المنزه سيس للي يحب ياخذ الزيت.
دونك والله تصلح مفتي جمهورية، اي شخص تحضر علينا، اي اي اسمعني، شنو انت نحط نزين بها كل شيء. شنو هي الكلمة اللي ديما تسموها؟ لقد تعذر علينا رؤية الهلال المفتي. لا انا وياك، اسمع شيخ محمد ياسين سيالة، هاك اسمعني، انا المفتي، انا المفتي ولا انت المفتي؟ زوز مفتيين، واما المفتي بها يا بابا عمكم خرجت توا باش يقول لكم الكلمة المعتادة. هي ربيعك الكلمة الزمنية المعتادة اللي يقول لك لقد تعذر علينا رؤية الهلال. به رجعنا روسيت مقروضة، ناجحة جربوها روسيت على المقروض، ناجحة شوية ضحك شوية تفتليك. باش شكون يتفكر المفتي، مفتي الديار التونسية قبل يزي من البيب، شاف جعفر خلفات، عايش خويا جعفر، تحية ليك ليك وحشة، عايش خويا الغالي. لا استعملت انا تو وحش شقف، لا ما لو خوش شقف، مش خليها هذيك زي بيها البيت، دابوسة نحطوها كواترو، اي دابوسة هذاك تونيزيان اوليف اويل براند نتاعنا، اور براند. دو سبيك انجلش، هاكا نعمل شويه جو بالله، وكل كنا كات على كل مفتي تبدا ساعات، خليها هذيك دابوسي. الله يبارك، خويا ما تغليش عليك سي محمد، شيف محمد ياسين سيلا، هاكا حاضره دوما دخلت تونس، اجا بحذانا تلقاها موجود. يقرك احنا بلاد زيت زيتونة وما يطيبوش به، لا 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 ديلي، حكيت على سوجي اسي امبورتون اللي هو الكويسون تاع زيت زيتونة، جوست نكمل نقص جبن ونحكي لك على زيت زيتونة. زيت زيتونة راهو يصير الكويسون نتاعو امان، كلنا غدوة رانا تعبنا من الكوجينة. شايف كي درجة ثانية نتاع مقرونة بصوص بلونش بنينة، البنت تحبها سامي، الله يبارك له، ست صوص بلونش، دونك تاخذ شوية بصل وشوية ثوم، تاخذ شوية انيت بالطبيعة انت وشنو باش تعملها، مثلا نعطيك حتى بالسومون ولا حاجة، شوية معدنوس قسم ابار، كل حاجة قسم ابار، البصل تقليه في شوية زيت وزبدة، تزيدوا الكريم فريش، ومن بعد تاخذ شوية فرماج لابي باش تعمل به ليزون. وقت يكون عندك صوص بلونش نتاع مقرونة تعمل 66 كيف. به زدنا شوية الفرماج قصيناه باش نزينو بيه سلايطة، روسيت مقروض تلقاها ايبانغلي من بعد، هاكا عطاتنا الروسيت نتاع القرع، تحب بزيت جبن بيان سور سامي تنجم تزيد بزيت جبن. السلايطة هاي كتعمل 66 كيف، شوف لي كولور من اللوطة هاكا مزينة وبنينة. باش نشوفو لي كاريه نتاع السيزام، لي كاريه تاع السيزام يلزمهم يبردو شوية باش نجمو احنا، باش نجمو نحطوهم ونزينوهم. ونوريكم طريقة، بون انا باش نزرب بالطبيعة، باش نوريكم طريقة سهلة. بسم الله وبالله، بالطبيعة تحت كعبة هذيك اللي غالب، يا رب ستر وعافيك. النهار راه هاكا موجود الديسير، توا كمان نحضروه، عنا لي كاري نتاع السيزام هاوما اللي كنا حضرناهم كيما قاعدين تشوفوا، دجاجة هيك في الفور، بالطبيعة لازم تخليهم يبردوا شوية. مي الزينة اللي قلت لكم عليها باش تركزوا برشا برشا في الطريقة نتاع التزيين، اللي انتوما تاخذوا تنجموا تذوبوا شوية شوكولاتة، تنجموا تاخذوا حتى صوص توبينغ نتاع شوكولاتة، وتاخذوا هوا الكاري، نوريكم هوا الكاري في البارتي هذيك تاع بيو دوبلكش، شوفوا محلاه ريتو ولا لا. كانوا نفس العملية، تنجموا تزيدوا فريز، تنجموا تزيدوا أي نوعية أخرى نتاع صوص توبينغ هكا هكا، وتفكرون هذايا وقتها توندونس. أول ما بديت بيه يا حسرة بديت بالكاري سيزام، مفتي في دار مشهور باسم حافظة ياسر مرخي، وحنا أموره ما تعجبش أربيع. روسيت مخروط، نسيت زبيب في روسيت قرع، أما صدقوني روعة، تنجربوها ليلى بقدرة ربي. دونك الكاري سيزام تعاود لنا الكاري سيزام، كاري تاع سيزام نهاية تنجم تلقاها في الرديف على الباج نتاع الشيف مؤمن، هاكا كريم تاع سيزام، جبت شوية صوص توبينغ شوكولاتة، يعني حاجة روعة بنينة بنينة برشا. راهو نشوف نقاشي صوص واحد آخر نتاع توبينغ، زيد
او عندنا صوص كيف كيف بتاع فريز، هوريكم كعبه بصوص تاع فريز. هاك شو محلاه، شوف الله مصلي على النبي. دونك حاجه تشهي وبنينه روعه برشا برشا. دونك عندكم بلي صوص لوبينك نجموا تذوبوا عليها شوكولاته، نجموا تشتهتوا. دونك بالنسبه ليا انا في تونس في المرسى يا عايده، للناس الكل اللي يحبوا يجيو يشوفوا فطرهم بحذانا مرحبا بهم، نقول لهم يجيو يشوفوا فطركم بحذانا. ما بقى لي كمش نقول لكم يعطيكم الصحه وربي يفضلكم وربي يحفظكم وربي يخليكم ليا اللي قاعدين تتبعوا فيا. تبارك الله ربينا الكبده من اول رمضان لتوا. نشكر سبونسور الكل اللي كانوا موجودين في الكوجينه من البرودويات الكل، باش نجموا نحاولوا نطيبوا لكم منيو بنين وخفيف يعمل 66 كيف، من الورده لدياري النجمه المليحه البونا ويربول الميزون الموند لي برودوي الكل فانواز جولدينا ناتيلي سمح يعطيك الصحه. شيف محمد ياسين سيادة تنجم نجم تحضروا انت قدك تحيه لعبد الرزاق شابي الوالده ربي يفضلها. دونك بالحق على اول ما بدات به الكاري سيزام حضرناه، حضرته دون لو تون في حنبال في التلفزه، ومن بعد خذا سكسي كبير برشا، لقيته حتى في الباتيسري كل. هاوكا حاولوا انتوما بارتاجيو 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 باش المنفعه تحصل للناس الكل. شاف ان شاء الله بقدره ربي نلقاكم بعد رمضان، كيما تقول مفتي رمضان مش غدوه نتغشش، وكيما يقول العيد غدوه نتغشش. العنوان تنجم تبعث لي ميساج اون بريفي، تبعث لك العنوان عايده. للناس الكل اللي تابعوا فيا نقول لكم ربي يفضلكم ربي يحفظكم. زيد نذكركم شنو حضرنا المنيو، حضرنا شربه، حضرنا سلطه مشكله. ساعدك به تتا ربي يحفظه وتفرح بوليدته، ربي يفضلك شيف محمد ياسين سيالة. اما بالحق لكريم تاع سيزام تحيه لعبد الرزاق الشابي، خاطر وقتها حضرتهم في ديمونش حنا بعد وضربوا وخذوا سيكسي كبير برشا، لقيتهم في الباتيسري. ربي يبارك لكم الكل. عندنا الشربه حضرت، سلايطه مع سلايطه حضرنا الصوص نتاع المخرونه بالتومات فريش وشويه الحبق وتنزيدوهم غرفه نتاع زيت زيتونه. عندنا دجاجه بولي كرابودين اللي في الفور، المقروض هاكا حضر، الكريم تاع سيزام كما قاعدين تشوفوا. نحب نشكر حازم بن عيسى راديو مون لونغ، خالد عويش تونيسكوب، انتم زاده كيف كيف اللي قاعدين تتابعوا فيا ووليتوا اوفياء وولينا عيله واحده. تنجموا تخليوا لنا الكومنتات نتاعكم وانا نجاوبكم على الروسيت. برافو للناس الكل، يعطيكم الصحه. برافو ليلى، ميرسي بوكو، سلام مروه، الناس الكل اللي خلطوا علينا. بارتاجي اوتون، ابوني فو في الباج تاع الفيسبوك، وتنجموا حتى البلان نتاعكم تاجيو تاجيوني فيها في الانستغرام، وانا نوعدكم باش نبارتاجيها. ان شاء الله تعديت لايف حلو برشا وبنين وكله منفعه وكله فيتامين. ما بقى لي كمش نقول لكم ربي يفضلكم وربي يحفظكم، وراني نحبكم برشا 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 برشا. ربي يبقى عليكم الستر. ما يصيرش يجا بحذانا عايده اعمل فطور بحذانا بعد رمضان، شاهيه طيبه شاهيه باهيه، وانتم جربوا لي روسيت وقولوا لنا بعد، تاجيوني في الانستغرام وقولوا لنا شنو رايكم، وتفرجوا على الرديف في الصفحه نتاع الفيسبوك شيف مون بن يونس، وكيف كيف حتى في اليوتيوب. ارفيا شاهي طيبه وربي يخليك الوالده، ربي فضلها تاج على ريوسنا هي والوالد زاد كيف كيف. تسوليش منصور، منصور راهو المعلم ربي فضله كيف كيف الوالد والوالده، ويخليهم تاج على ريوسنا. ان شاء الله بقدره ربي عجبكم اللايف. ميرسي بوكو ميرسي بوكو، شاي طيبه ربي يفضلكم وربي يحفظكم. ابي انتو يا دما غدوه مع ساعتين، الله اعلم العيد وقتاش، مي تلقاوني زاد كيف كيف في لايف اخر فيه روسيت ودبار اخر. غدوه السبت مازال اللايف بيان سور، ار في ار مازال اللايف، تلقاوني في لايف اخر غدوه ان شاء الله. يتجدد لقاءنا معاكم مره اخرى. ميرسي بوكو وشاي طيبه وربي يحفظكم.